Bonsoir, monsieur, madame. J'ai l'honneur de vous présenter le créateur du SB4Life, Samuel. Bonsoir, Bonsoir, Samuel. bonsoir. En quelques mots, que représentent les initiales SB? En fait, en bref, le SB, c'est S, Samuel, ou B, Tiani Bouchra. C'est tout. D'accord. Et y a-t-il déjà un CD en préparation? Oui, pour le CD, on est d'abord préparé le troisième CD de SB. En fait, déjà, les fans ont un track qui s'appelle Hedra Nashfa, qui est déjà présenté sur les blocs, ou qui est bizarre, c'est un assez qui doit être chargé, ou tout ça. Ou le cas, il y a bizarre, c'est un jamaher, ou bizarre, c'est un assez qui t'a refait aller au Mkhila le nouveau track. Je vois qu'il y a des gens qui ont été traités au Mkhila, il y a négatif, mais c'est en fait les autres rappeurs. Ou comme on a eu la chance, اللي عند هذوك البنات اللي حنا كنشوفوهم بطريقه بوزيتيف غادي يكون عندهم نفس الحياه وغادي يكونوا عندهم نفس الحوايج تما عاد نقدروا نهضروا عليهم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف مور لي ريزولتا تاع هذوك هما اننا نقبضوا بنت ما نعرفوهاش ولا نبقوا كنسبوها ولا سا سي جو تروف ترو نول وتا اللي كاينو دي دير هاد لي تروك انا ما كنسميهش راب بالنسبه ليا كيفاش انايا نهضر على لا دروغ نهضر عليها بلا فاصون اللي لا دروغ كاينه في المغرب ماشي ما غاديش نهضر على لا هيروين ويلا 10% ولا 12% لي ماروكان اللي كيديروها وماشي 12% ماشي من لا بوبولاسيون مع هذوك لي ماروكان ديجا اللي عندهم الفلوس ولكن نهضر على الشراء حقاش كاينين الناس بزاف اللي كيكملوا الشراء بريسك كاع الناس اللي كيديروا لا دروغ كتكون هي الشراء يا دوتر دروغ اللي لاباز تاعها تاع الشراء لازم كاين بحال حوار بحال دي سوجي كنحطوهم وكنتريتيوهم ماشي غير كنجي وكنبدا نغني لحقاش كاين بزاف تاع لي رابور اللي كيجبد واحد السوجي وكيبقى يغني فيه ما كيعطيكش حتى انا عاطي دي كيسيون اللي تستنى ونتمنى ان نلقى الناس اللي يردوا عليا على هذوك لي كيسيون ماشي غير نجي نبوزي اون ايدي وصافي بسلامه سي سا اللي باغي نوصلو وكنت ننتظر ان بعدا هذاك الديسك تاع هضره ناشفه ان يكون دي كريتيك ويكونوا كما يقولوا الناس اللي كيايدوه الساعه اوغوزمون انهم كانوا الناس اللي ايدوه اكثر من الناس اللي كيكريتيكيوه دونك في النيفو تاع انسترومون جو سي كيا با دو بروبليم مي في النيفو تاع لي بارول هذا هو اللي كنناقش فيه انايا ما بور لي انسترومون كيما كانوا لي انسترومون ليسونسيال انه يكون ان بون ميكساج يكونوا دي بون بارول ودي بارول اللي باغيين نوصلو ما راهمش شي حاجه ماشي نجي ونبقى نغني على دفشه اللي ما كايناش ولا نغني على الخيال ما حناش في السيونس فيكسيون اللي بغى يدير سيونس فيكسيون ماشي يدير الافلام ماشي يجي يدير الراب حيت كاين فرق ما بين الراب وباغي نوصل به ولا الراب وكنغني لك حوايج اللي ما كاينينش سي سا دونك اون بريف لالبوم اسينا نديرو فيه حوايج اللي كاينين حوايج اللي المجتمع كيسفر منهم حوايج اللي الناس عايشاهم avez-vous un message à faire passer à vos fans qui nous regardent en fait pour mes fans كنشكرهم بزاف 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 هما اللي وقفوا معايا وهما اللي خلاو الاس بي انه يزيد وتكون عنده ثقه كبيره في راسو فيكم سورتو لحقاش الراب نهار اللي بديتو الناس اللي سمعوا ليه هما لي فان تاعي بيان سور وكم ما عجبهمش الراب تاعي ديك الوقيته ما عادش نقد نزيد لحقاش غادي اوتوماتيكمون غادي نبدل داكشي ولكن اوطون كو شاك فوا كنخرج شي حاجه كنلقى اقبال من عندكم صافي دير بلي راني في لو بون شومان وديما غادي نزيد في هاد لو شومان وان شاء الله من هادي شحال للقدام لدابا ديما غادي نكون نعجبكم وديما غادي نبقى نعجبكم وهادي عارفه ميرسي اي بيزو ميرسي بوكو سامي ميرسي ا فو توز اي بون سواري بونسوار سولوني على الفيديو كليبات تاعي شوف السمقه وغادي تشوف الكليب تاعي واش رحنا في حرب ولا مرضنا بالجرب ما بقاتش حاضره ولا حكومه ساحه الضرب المرض تسرب ولا الشعب اللي لقى اوكازيون يهرب ما تقيش بلادي واخا الارهاب ولا فيها عادي من كوتي كاين اللي تفرقعوا من ضد كوتي كاين اللي رجليه بالضرب تقطعوا واش راكو تغنيو ولا تصدعوا صدعوا بالكذوب والبلا بلا هاد المغرب ولا غابه سياسه الكذابه وصحاب البلا بلا يتحماو بالبوليس والمغرب مشاو وقت السبعينات اليوم ما بقى ما يتخزن وكونك مرزم والكلام كسك توزن سينون كيف خوتك تتزم زم كرم وراك الدبلوم تكرم